اللي بعده من الشروق، والشروق مهتمة بشكل خاص بعلاء عبد الفتاح، بعتقد انه كمان بيكتب في جريدة الشروق، ده مش عيب يعني ان احنا نبقى بندافع عن اللي بيكتبه في جورنالنا، وده حاجة مهمة جدا. وحصل انه في مسيرة للقضاء العالي، وامبارح كان في كمان مظاهرات للتضامن مع المحاكمين عسكريا، واستمرار اضراب ليلى سيف، دكتور ليلى سيف هي والدة علاء، عن الطعام، وسيف الاسلام او احمد سيف الاسلام والده بينصح ان الناس عايزة الراغبين في الانضمام بتأجيل هذا القرار. التضامن مع علاء عبد الفتاح فريضة، يعني ليست مهمة الشروق، ولا التضامن مع علاء عبد الفتاح ليس بصفته علاء عبد الفتاح، لكن بصفته مواطن يحاكم أمام القضاء العسكري. محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مسألة يجب أن تكون في أضيق الحدود. محاكمة المدنيين الذين يوجه إليهم اتهامات تتعلق بالقوات المسلحة أولى أن يحاكموا أمام المحاكم المدنية، حتى لا تصبح القوات المسلحة هي الخصم والحكم. يعني أنا متهم بإني أساءت القوات المسلحة، فلما أذهب للنيابة العسكرية أنا بقيت القوات المسلحة هي الخصم والحكم، دفعا للحرج من المفترض أن يحاكم أمام المحاكم المدنية. فعلاء عبد الفتاح ليس علاء عبد الفتاح، وخصوصا النشطاء، يمكن قد نرى عذر انه نحاكم المتهمين في قضايا البلطجه والجرائم الجنائيه امام المحاكم العسكريه من اجل الوقت وفي فتره الانفلات الامني، لكن السياسيين المساله يعني شديده السوء. وبعدين اللي حصل طبعا المجلس العسكري الحقيقه دائما ما يورط نفسه في مواقف، وانا في نهايه هذا الامر علاء عبد الفتاح يفرج عنه ولن يعاقب، لانه في الاخر لن يتحمله الضغط، لانه ضغط عن حق. لا ده بس كنت لسه اقول لك، مش فكره ضغط على بطنه، فكره ضغط عن حق، هو صاحب حق، لا يجب ان. وعلاء عبد الفتاح الحقيقه موقفه مشرف جدا، هو على فكره هو محبوس ليس بالتهمه، ولكن محبوس لانه رفض الوصول للتحقيق، وده موقف الحقيقه موقف اخلاقي محترم جدا. تمام. دكتور ليلى سويف طبعا وهي من اعضاء حركه 9 مارس، هي مضربه عن الطعام لحين الافراج عن ابنها، فعندنا اي معلومات عن، احنا كنا بنحاول نوصل لدكتور ليلى علشان نفهم منها تفاصيل، بس عندنا اي معلومات عن لا يعني حالتها الصحيه لا باس بها. اتصور انه اضرابها مؤثر. الدكتوره ليلى سويف نشيطه على كل المستويات، يعني الحقيقه برضو كمان يعني علاء عبد الفتاح يعني شخص صعب انه يتم الاحتكاك به او التحرش به، يعني عائله حقوقيه متشعبه النشاط يسهل الحشد للدفاع عن افرادها، فما بالك اذا كانوا اصحاب حق كما هو الوضع الحال دلوقتي. يعني اتصور ان الراغبين في الانضمام لها هيبقوا كثيرين، فيجب الحقيقه يعني اذا كنا نريد الخير يجب اغلاق هذا الملف سريعا، تاجيله ليس في صالح ملف المحاكمات العسكريه بشكل عام كاملا. طيب.